صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. إن من أجل ما تبذل فيه المهج الغوالي وتصرف إليه الهمم العوالي هو كتاب الله عز وجل، حفظا وتجويدا وقراءة وإقراء. فلقد شمرت الأخت راية طليب عن ساعد الجد والاجتهاد، وبحثت عن الدقائق فأجادت، وقرأت علي القرآن الكريم كاملا عن حاضر برواية حفص ابن سليمان عن الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي من طريق الشاطبية، وبذلك أجزتها إجازة صحيحة بشرطها المعتبر عند علماء الأثر. وأنا حيث أتلو عليكم هذا البيان أوصيها ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيها كذلك بما أوصاني به مشايخي بأن تزداد من العلم والتعلم وألا تقف عند هذا الحد. وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولها الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. جزاك الله عني خير يا شيخ، بارك الله فيك. ألف ألف مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا، نستأذنكم عشان الفطور بس. الله يا شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله عني خير. وإياكم، السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة.